أنا أقول الإمارات هي بني صهيون العرب، هي من سعت كل السعي لإرضاء أمريكا، لإرضاء بني صهيون. نكملوا في سلسلة أرد على الدول العربية الخائنة واللي وقفوا مع فرنسا ضد الجزائريين، واتهموا الجزائريين باللي هما اللي خربوا فرنسا، رغم أنه فرنسا اليوم خرجت وقالت باللي اللي خربوا 90% فرنسيين، يعني يحملون الجنسية الفرنسية. صحيح في الأول تاع المظاهرات كانوا الجزائريين بقوة، حرقوا ضربوا، لكن الجزائري ما يتحكمش، الجزائري صعيب باش تحكمه، بمعنى أنه الفرنسيين من استغلوا ما قام به الجزائريون وراحوا يسرقوا. فالدول العربية الخانزة ربحت العيب، إما لا لازم نرد عليها بالوحدة. كشفنا خيانة تونس والمغرب، والآن نصوتي والوحدة الدولة تكرهوها كامل يا الجزائريين. راني نحكي على الإمارات راح نبهدلوها، لكن قبل ما نبداو أهبطوا لتحت كامل وخليه لايك، لأن ولاد فرنسا سينيالوني بقوة البارح، راهم كل يوم غير يسينياليو، فردوا عليهم بأنكم تخليوا اللايك تاعكم وتفتخرون بجزائريتكم. نعم جبت لكم فيديو لشاب جزائري يمرمد الإمارات. وين؟ في وسط الإمارات. نعم من وسط عقري دارهم مرمدهم وما خلالهم والو، وهذا الفيديو عنده جحال، لكن يا الجزائريين تكلم بحقائق تحققت اليوم، الخيانة على الإمارات وأنهم تابعين لبنو صهيون وأنهم كلاب الصهاينة. يو تكلم على كلش وين؟ في وسط برنامج إماراتي. نروح نسمع الفيديو كيف كيف. أنا بقى كنت عايز أسمعك، تفضل. السؤال كان في البداية أستاذي، لما سئلتم الأستاذ المتحدث عن الإمارات، لما سئلتم عن لا أنت كان ليك جملة عن الإمارات كده، قلت لما نتحدث عن كذا يبقى نتحدث عن الإمارات. واضح السؤال مباشرة له. هو تحدث عن لماذا الإمارات، وهذا الجواب بالنسبة إلي أنا أعتذر من شخصكم، ولكن هو نوع من المراوغة. لو كانت دولة أخرى ستعمل مثل ما عملت الإمارات، لا خلينا عند لماذا فعلت الإمارات ولم تفعل دولة أخرى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تظنون أن أزمة الإمارات خاصة عندما تتحدثون عن مصالح، أي مصالح تتحدثون؟ الإمارات من أغنى الدول بعيدا عن مال، أزمتكم الحقيقية هي أزمة الرجال. يا جدك من وسط بلادهم يقول للإماراتيين باللي الأزمة عندكم ما هيش أزمة مال، وإنما أزمة رجال، ما عندكمش رجال يقابلوا. هاو رد الجزائري كيفاش يكون. الإمارات اللي خرجت تندد بما قام به الجزائريون في فرنسا هي الأولى. ليس لديكم رجال بذلك المستوى الذين يفرضون لكم وجود كدولة في العالم أجمع من دون مالكم، ليس لكم أداة ثانية غير المال. عن أي مصالح تتحدثون؟ أنا أقول، والأستاذ المتخصص في العلوم السياسية لربما يدرج هذا المصطلح أكثر من هذا. ممكن واحد يقول من هذا الجزائري اللي يتحدث عن الإمارات والخليج وبلده يحكمه يعني مقعد وجماعة اغتصبت البلد وسرقت الجزائر كلها. نعم اسألني عن هذا وأجيب. الفيديو هذا قلت لكم قديم يا الجزائريين، لكن اسمعوا وش راهو يتكلم، راهو تحقق الآن. لكن لأن الموضوع هو الإمارات والسعودية ودول الخليج نتحدث عن هذا الموضوع. لما نروح للسعودية في النقطة تبنيهم أنهم يدافعون عن السنة، أنهم هم من يقودون العالم الإسلامي، أفعالهم لا تقول ذلك، تاريخهم لا يقول ذلك. أين السنة؟ أين العالم الإسلامي؟ وفلسطين صار لها، كتبت في يوم الأيام قصيدة شعرية، اختربت مني طفلة كان اسمها آمال لامياء، قالت عماه أنا أقول عن الرجل ديوثا إن كان يقبل امرأة زانية، قلت نعم، فقالت وما نقول عن رجال أختهم تغتصب وقلوبهم لاهية. إذا كان حقيقة السعودية والإمارات لها من قضية، تبحث عن قضيتها الإسلامية اللي هي الدين الإسلامي، ثم قوميتها العربية اللي هي فلسطين المحتلة، تحدثتم كلكم عن كل هذه المصالح، عن الأيادي الأجنبية، أين الأيادي الصهيونية؟ ونحن كجزائري أصالة عن نفسي ونيابة عن كل جزائريين أبدا لن نسمي شيء اسمه دولة، نحن لا نعترف بها، نعترف بالكيان الصهيوني واليهود. أين دورهم في كل ما يحدث؟ هل دائما تربطون يا أستاذي المتخصص في العلوم والعلاقات الدولية والعلوم السياسية الكيان الصهيوني بالكيان الأمريكي؟ لا. يا جدك على بالكم يا الجزائريين باللي وش حكاه الآن؟ سبحان الله تحقق بأكمل.
يعني تحليلاته كانت صحيحة بل الإمارات والسعودية وغيرها من دول الخليج تعتمد على مالها فقط، بدون المال ما عندهاش رجال ما تقدرش تقابل. بمعنى الدول الكبرى مثل أمريكا وغيرها من الدول تخدم المصالح مثلا تاع الإمارات على جلد دراهمها. لو كان الإمارات تنحي لهم الدراهم سلام عليكم، ما يبقى عندهم والو. هناك كيانين منفصلين، أنا أقول الإمارات هي بني صهيون العرب، هي من سعت كل السعي لإرضاء أمريكا، لإرضاء بني صهيون ولتحلو نفس الحول. مش مبالغ شوية إذا قلت أن الإمارات هي بني صهيون العرب؟ والله مجتمع معها الكثير من الدول العربية، ليس ما يحركني هو انفعال أو شاب تعبنا ونحن في عمر 21 سنة. رسالة أخرى موجهة لهذا الشعب الإماراتي وللشعب الخليجي، هل تظنون أن ما تأكلونه حلال؟ لأن حكامكم، هل تساءلتم يعني بعد اليوم عن كل الأموال التي تصب في كرواتب لكم بعد كل العمل؟ بعد هل تناسيتم أنه الانطلاق من الله والعودة؟ شوفوا يا الجزائريين، هذا الشخص واللي هو مذيع هذه الحصة تلمو يعني قاسوا بهدرته، المشاف الهدرة تاعو عندها الصح، سيد حط وجهه على يده وقاعد يتفرج فيه. شوف إلى الله، نحن دائما نبتعد عن إدخال الدين في السياسة، نعم، ولكن هو الأساس، الحق حق والباطل باطل. أين هل حكامكم، حكام الإمارات، حكام السعودية، حكام الدول، هل لم يقتنعوا بعد أنهم أصبحوا من علامات قيام الساعة بالنصوص الشرعية؟ ما كل هذا الهراء؟ بابا بابا يا أخي، وش راح نقول لك؟ والله نوجه لك ألف تحية وقليل، وانتم كامل يا الجزائريين اللي راكم تشوفوا في الفيديو هذا وجهولوا تحيتكم، يستاهل. شاب جزائري بعمر 21 سنة يمرمد الإمارات من وسط بلادهم في محاضرة أمام كل العالم، تكلم بحقائق لم نكن نعلمها آنذاك في وقت بوتاف، ربي يرحمه على كل حال. لكن الآن هذه الحقائق رانا نشوف فيها بعينينا. دول العربية بأكملها دول خائنة، دول وقفت إلى جانب دول الغرب ضد العرب. راني نحكي على وقوف الإمارات مع بنو صهيون ووقوفهم أيضا مع فرنسا، ما نش نحكي على الدول الأخرى، نحكي في الفيديو هذا على الإمارات فقط، لأن كل الدول العربية دول خائنة، دول تاخون، ولو كان ما جاوش الدراهم عندهم والله غير كلاهم بوبي. تعرفوا وش معناتها كلاهم بوبي؟ كلاهم بوبي، ما عندهمش رجالة. الإماراتي قابل غرب دراهمه، السعودي قابل غرب دراهمه، ما عندهمش رجالة من الأخر، حب من حب وكره من كره، ما عندكمش رجالة. وأنتم الأمنية تاعكم الوحيدة يا الإماراتيين أنه يكون عندكم شخص مثل هذا الجزائري ليقصفكم على المباشر، هذا هو الحلم تاعكم، يكون عندكم شخص بشجاعة هذا الجزائري لما خاف حتى واحد من وسط الإمارات وبهدلكم ومرمدكم وقالكم انتوما بنو صهيون العرب، نقطة عد إلى السطر. فلتحيا الجزائر وتحيا وليدات الجزائر وين ما كانوا، وين ما كانوا راهم يشرفونا، سواء الجالية الجزائرية في الخارج ولا الجالية الجزائرية في كل الدول العربية. شكرا لكم، ما تنسوش الجزائريين خليوا اللايكات تاعكم وأيضا تعليقاتكم، والسلام عليكم. تحيا الجزائر وتحيا بلادي وتحيا بلادي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.